إثر معلومات واردة إلى أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببجاية، مدعمين بالفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالأقراص والحبوب المهلوسة، تنشط على مستوى بلديات أوقاس سوق الاثنين مالبو ولاية بجاية، تستعمل في تنقلاتها لبيع هذه السموم سيارة نوع كليو كومبيس، على إثرها تم تنشيط عنصر الاستعلام، حيث تم تحديد تحركات عناصر الشبكة ليتم وضع خطة محكمة أسفرت على توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 33 سنة ينحدرون من ولاية بجاية. وبعد تفتيش السيارة والأشخاص الذين كانوا على متنها تم حجز 2100 قرص مهلوس نوع بريغابالين و4 هواتف نقالة ليتم توقيفهم وقيادهم إلى مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببجاية لمواصلة التحقيق. تم إنجاز ملف في القضية وسوف يتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.